السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم إن شاء الله العيد في المملكة المغربية، كنتمنى لكم الخير والبركات وباش ما تمنيتوا إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو كالعادة أخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وشكرا لكم. وغادي نبداو بالصورة ديال الجزائريين المحترفين في فريق الرجاء البيضاوي. الصورة الأولى ديال رياض بن عياد باللباس بطبيعة الحال المغربي، واخد صورة اليوم بعد ما أدى يعني صلاة ديال العيد، أدى صورة للذكرى. وأيضا اللاعب الجزائري ونجم فريق الرجاء البيضاوي بوزوق، يسري بوزوق، حتى هو يعني خدا صورة تذكارية بمناسبة العيد الفطر المبارك. بطبيعة الحال الصورة أيضا بلباس تقليدي مغربي. وغادي نبداو الأخبار ديالنا أيضا المباراة القادمة لفريق الرجاء البيضاوي اللي غتكون بطبيعة الحال ضد فريق شباب المحمدية، وغتكون هذه المرة عبر المنافسات ديال البطولة الاحترافية. المباراة كما كيعلم الجميع لا تقبل القسمة على الاثنين بطبيعة الحال، لأن الرجاء البيضاوي مضغوط يعني في هذه الفترة، هذه اللاعبين الجمهور المسيرين المنخرطين يعني كلهم عارفين ان هاد الست المباريات اللي باقى الفريق الرجاء البيضاوي لا تقبل قسمها الاثنين، وخص ضروري يخرجوا كاملين منتصرين فيهم، لان لا بغيتي تحسم البطوله ان خصك تنتصر وتنتظر تعثر فريق الجيش البلكي. منخرطين فريق الرجاء البيضاوي اجتمعوا مع المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، واجتمعوا ايضا مع اللاعبين واجتمعوا بيناتهم من اجل يعني توفير سيولة مادية وايضا دعم اللاعبين ماديا وتوفير منح استثنائية من المنخرطين للاعبين. ايضا هنا كنشوفوا مؤسسة المنخرط كتلعب دور كبير في فريق الرجاء البيضاوي، عارفين بحق المسؤولية، عارفين بالنجاح اللي كيقوم به المكتب حاليا رغم ضعف السيولة المادية، رغم ان الرجاء البيضاوي محروم من الملعب ديالو وكيستقبل في ملعب برشيد، الطاقة الاستيعابية ديالو مفروض عليه 3000 مشجع. ففريق الرجاء البيضاوي حاليا يعني محتاج دعم ديال الجماهير. فريق الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال رقم واحد مدعم لفريق الرجاء البيضاوي. المنخرطين الان اجتمعوا بيناتهم عبر تقنية الواتساب، في الجروب ديال الواتساب اجتمعوا، ايضا اجتمعوا في الاكاديميه ديال فريق الرجاء البيضاوي، اتفقوا على انهم خاصهم يوفروا سيوله ماديه خاصه منحه اللي غادي يوفروها اللاعبين من اجل حثهم على الانتصار في هذه المباريات المتبقيه، لان هناك منح مغريه لا من المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي وايضا من مؤسسة المنخرط اللي كتقوم بالدور ديالها اللي خصها تقوم به، وهذا يعني هو العمل ديال مؤسسة المنخرط. اما بخصوص البلاغ اللي خرج فيه فريق الرجاء البيضاوي، خرج واحد البلاغ مفصل حول ما رافق المقابلة ديال فريق الرجاء البيضاوي امام شباب محمدية بمناسبة المقابلة ديال الثمن النهائي كأس العرش اللي احتضنها ملعب البشير بالمحمدية يوم الاحد، والتي حل فيها نادي فريق الرجاء البيضاوي ضيفا على نادي شباب محمدية، وعلاقة بالبلاغ الصادر من نادي والرامي إلى مطالبة الجماهير بعدم الحضور لهذه المباراة رغم اقتنائهم تذاكر، وذلك بالنظر للاختلالات التنظيمية الكثيرة التي كانت سبب رئيسيا لهذه المطالب، مع إرجاء تفاصيل فيها إلى بلاغ لاحق ومفصل. هذا نحن نضع اليوم بين أيدي الرأي العام الرياضي عامة والرجاوي خاصة، وبداية
وسرد لوقائع بالتفاصيل، يؤكد نادي الرجاء البيضاوي أن المسؤولي الفريقين في شخص السيد الرئيس نادي شباب محمدية من جهة، والسيد مصطفى دهنان نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنظيمية من جهة أخرى، قد اتفقا مسبقا على تخصيص المدرجين الشمالي والجنوبي الملقمين بالمدرج سي والدي للجماهير فريق الرجاء البيضاوي. وقد أكد المسؤولي على التنظيم لدى الفريقين المستقبل أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدرجين هي 3000 متفرج لكل مدرج، أي مجموعة ديالها هي 6000 تذكرة، حيث تم اقتناء هذه التذاكر على تخصيصها حصرا وبصفة كاملة لجمهور فريق الرجاء البيضاوي. وهذا كله تم بالتنسيق مع السيد مصطفى دهنان، وتطبيقيا لهذا الاتفاق فقد تحصل جمهور نادي الرجاء البيضاوي على ما يقارب 5000 تذكرة تخص هذين المدرجين، وتم الأداء قيمتها على أساس تكملة قيمة ديال 1000 تذكرة المتبقية في اليوم الموالي بعد حيازة التذاكر المتبقية بصفة فعلية، إلا أنه وعوض تمكين باقي جماهيرنا من 1000 تذكرة المتبقية، فإذا بجماهيرنا تتفاجأ بكون إدارة شباب محمدية طرحت تذاكر نفس المنطقة المخصصة حصرا لجمهور فريق الرجاء البيضاوي للبيع للعموم. والمفاجأة الأكبر هي بكون إدارة شباب محمدية تخبرهم بأن جزء من المدرج الذي فوت التذاكر لجمهور فريق الرجاء البيضاوي سيخصص للفصيل المساند لشباب محمدية. وبالنظر لطبيعة المدرج ملعب البشير سي ودي التي لا يتجزأ عدد المقاعد، كل واحد منها 2535 مقعد، أي ما مجموعه 5070 تذكرة في مجموعة المدرجين، والتي بيعت مسبقا لجمهور فريق الرجاء البيضاوي بصفة حصرية. وبالنظر لكون إدارة نادي الرجاء البيضاوي وثقت عملية بيع التذاكر التي تخص نفس المدرجين للعموم، فمن المسؤولية والالتزام الأخلاقي أن يطالب نادي الرجاء البيضاوي من جماهيره عدم الحضور لتجنب أي اكتداد أو انزلاق من شأنه تأثير على السير العام للمباراة. وقد اتضح جليا بعد انطلاق المباراة حجم الخلل التنظيمي التي عرفته المنصة الشرفية والمدرج المغطاة، كما تبين بالملموس صحة موقف نادي الرجاء البيضاوي من خلال حضور جماهيري ملأت المدرج السي، والذي بيع تذاكره مسبقا لجمهور فريق الرجاء البيضاوي بمقتضى الاتفاق الذي لازلنا نحتفظ بدلائله لحدود اليوم. وبمعنى آخر، فإن مجموعة التذاكر الجزئية التي تم تسليمها لجمهور فريق الرجاء البيضاوي وفق الاتفاق، والتي تقارب 5000 تذكرة، كافية لوحدها لملء المدرجين معا، وأن عدم حضور الجماهير المالكة لهذه التذاكر وامتلاء مدرج سي بشكل شبه كلي ودون حضور الجماهير التي استجابت للبلاغ بشكل لوحده يشكل لوحده قرينة قاطعة تؤكد مما لا يدعو للمجال للشك الخلل التنظيمي الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى ازدحام شديد للدرجة يستحيل معه على الجمهور المتابع للقاء، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سير العام للمقابلة. والمعلومة فجماهير فريق الرجاء البيضاوي لا زالت تحتفظ بمجموعة التذاكر التي تم اقتناؤها والخاصة بالمدرجين والتي تقارب 5000 تذكرة. ويوضح نادي الرجاء البيضاوي في نفس السياق أنه تقدم بشكاية مباشرة لقاضي التحقيق بالدار البيضاء في موضوع ضد مسؤولين عن التنظيم، وتفعيلا للقانون مكافحة الشغب في الملاعب، وتفعيلا للقانون بوجهه العام، والذي يعاقب المتفرج والمنظم على حد سواء، وكذلك على التصريحات الخطيرة تجاه المكتب المديري للنادي. هذا هو البلاغ ديال فريق الرجاء البيضاوي، بلاغ احترافي ضد
سوء التنظيم ديال المسؤولين ديال الشباب المحمدية للأسف. طبعوا التذاكر اكثر من الطاقة الاستيعابية ديال نادي فريق ديال الملعب البشير، وللأسف كون حضرات جماهير فريق الرجاء البيضاوي كانت تكون يعني واحد ازدحام كبير، وكانت تكون صعوبة في مشاهدة المباراة والتمتع بها، وايضا تقدر تخلق واحد نوع ديال الازدحام والاختناق بين الجماهير. على العموم كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم حول هذا البلاغ، ودعمونا بالضغط على زر الاعجاب والتعليق على الفيديو، الاشتراك في القناة، وايضا تبارطاجوا الفيديو ديالكم مع الاصدقاء ديالكم لتشجيعنا على الاستمرار. شكرا لكم والى اللقاء.